السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، متابعينا تبادل المعلومات التقنية، مخلوق المغربي يحييكم. ويقدم لكم شرحا بسيطا حول هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم خلوق المغربي يحييكم جميعا. إخواني الأعزاء، بالنسبة لواحد البرنامج عجبني وبغيت نتقاسم معكم إن شاء الله بحول الله وقوته، اللي هو تكستو سبيتش TTS. وهذا البرنامج إن شاء الله غندخلوا ليه Text-to-speech TTS. أول ما كنفتحوا هذا البرنامج كان فاليديو بسبعنا Text-to-speech، مزيد من الخيارات صورة، هاد مزيد من الخيارات كندخلوا لها، يعني نخلوها هي الأخرى إن شاء الله. Speech volume، هنا الفوليوم يمكن لك 50% شريط صاحب اسحب الأعلى أو الأسفل للتعديل. أنا ممكن أطلع بصبعك أو تهبط باش تزيد في الصوت ولا تنقص منه على حسب الرغبة ديالكم. 55-60 زيادة النسبة. نعود الفاليديو سبعنا 50% 100% شريط العربية الإمارات العربية المتحدة صندوق خيارات اضغط مرتين ثم سحب لل... أنا هنا محدد العربية، ممكن من هنا تدخل العربية الإمارات العربية الفرنسية فرنسا غير العربية الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة الفرنسية فرنسا غير العرب الروسية روسيا غير محددة مربع تهديد تكست تو سبيتش TTS. كنزيدو تكست تو سبيتش، مزيد من الخيارات سبيد بيتش 60-50-100 العربية الإمارات العربية تكست تو سبيتش مربع كتابة الضغط مرتين للفتح. هنا ممكن لك تكليكي تخرج لك الكلابي باش تكتب 5 صورة. هذه هنا سين بلس كيقول لي 5، ملي كنفردي كنلقاوها هذه كتمسح لينا النص إذا كان عندنا شي نص مكتوب. هنا ديجا كنمسحوا به النص. هنا 6 صورة، يعني اللي تابعوا هنا نتقليه قال 6، اللي تابعوا تيعطيك انك تكليكي عليها وكيرجع لك الصوت كيتابع. يعني انا حتى كنسجل ميمكنش ليا نوريكم هاد القضيه، ولكن نديروا على تجربه واخا ما يعطينيش، انما كيمكنش يخدموا ليا جوج ميكروات في القراءه، الميكرو خدم جوج تطبيقات في القراءه ما كيمكنش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني دابا مثلا ملي كتكليكي عليها كيبدا يسجل، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، غادي نسكت غادي تكتب. ممكن انك ترجع اوديو تاعي ما عليناش، خرج بحالنا تكست تو سبيتش TTS. ثالث 7 صورة، هو الاخراني هذا كيعطيك الى عندك شي نص نسختيه ديجا وبغيتي ترجع اوديو، يعني كنكليكيو عليه. انا عند كان عندي نص ديجا في الكلافي، كليكيت على هذا الاختيار هذا نمط الفقرات هو عطاني سام زواري مصمم البرنامج سيكون اول من يجرب يعني هذا التطبيق الشفاف الجديد ايقاف مؤقت. احنا غنمشيو دابا للاختيار الفوقاني اللي على اليمين ديالك الفوق، مزيد من الخيارات صورة، مزيد من الخيارات وغندخلوا ليه مزيد من الخيارات، وغادي نفاليديو سبعنا وغادي نختاروا ديفولت فويس سيتي لود تكست اختيار الاولاني ديفولت فويس سيتينغ هذا الاولاني لا لود تكست
الثاني لا سيلف تكست، الثالث لا سيلف تو دبليو في فيل، اللي هو الرابع اللي هو هذا نعاودوه سيلف تكست سيلف تو دبليو في فيل. هاد وندخلوا ليه ان شاء الله. ودابا دا كا يجمع لنا في هذا هذا رجعوا لنا اوديو تكست تو سبيتش تي تي اس، ملي كنكليكيو عليه كيسكت وكنبقاو نتسناو على حسب الاوديو على حسب الطول اللي فيه او قصير او طويل على حسب اللي فيه، اللي كيسالي هو راه غادي يبين لك انه رساله. هنا اش غنديرو صافي، هنا صارت المهمه ديال الابليكاسيون، كنخرجوا بحالنا نمشيو سيلف تو دبليو في فيل ملفاتي ملفاتي ونمشيو عن وحدة التخزين الداخلية 15.0 ونقلبوا على المجلات تي تي اس، انقر نقرأ مزدوجا للانتقال الى تي 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 اس، غندخلوا ليه ونقلبوا على الاوديو اللي احنا درناه دابا حاليا. الصوت 7.25 سامزواري مصمم البرنامج سارع وكن أول من يجرب هذا التطبيق الشفاف الجديد الذي تم إطلاقه من ملفاتي اللي هو هذا. ونتمنى إن شاء الله نكون عند الحسن الظن ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيقات حديث إغلاق الكل.